أسرع على DSL مع IMDSL. داونلود الأغاني والأفلام والبرامج أسرع وتشات مع صحابك وشيك ميلك أسرع. اتصل على 19910 وهات DSL من IM. من إنترنت مصر. فإذا استخدامات الألم عديدة، وإنما الطرق اللي احنا نوعي بها المواطن إنه يتلاشى إنه يقع في مخاطر الألم، يعني أنصح إن محدش يوقع على أي ورقة مكتوبة بألم حبر، ويفضل إن الورقة اللي يوقع عليها تكون مكتوبة من خلال الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة. الألم بيتباع على القهاوي سعادتك، وبيختاروا القهاوي اللي هي قريبة من المحاكم المصرية. طيب، هو معلوماتنا انه يعني انه الاجهزه الامنيه الشرطه يعني بتبحث عن هذه الاقلام وتلقي القبض على كل من يقوم ببيعها او كل من يتداولها. يعني في حمله على هذه الاقلام الصينيه الان، لانها الحقيقه مباحث الاموال العامه لمحافظه الاسكندريه تم القبض على بعض الباعة المتجولين، والحمد لله يعني برضو الجهات الامنيه بتعمل اللي عليها، بس نأمل ان يكون في حل جذري لحمايه المواطن من الوقوع في مثل هذه المخاطر. طيب استاذ ممدوح الصنباطي، الف شكر. ربنا يخليك يا فندم، انا شاكر لذوق حضرتك، وتفضل جنابك والساده الضيوف المحترمين. الف شكر. استاذ طلعت الشهاب، طبعا التحذير الذي تصدر الصحف المصريه كان يتعلق بالبنوك، انه اجهزه الامن وجهت تحذيرات الى البنوك بان في اقلام صينيه، هذه الأقلام فيها نوعين، يتم مسح ومحو كل ما يكتب بهذه الأقلام تلقائيا بعد شوية، وفي أقلام أنه زي ما وضحنا زي الألم ده، أنه يتم محو ومسح ما يكتب به إما بالولاعة أو بالخلفية، خلفية الألم اللي معدة خصيصا لمحو كل ما كتب به. عايز أقول نص التحذير أولا، يعني إيه التحذيرات اللي وجهتها لكم أجهزة الأمن؟ النص بتاعها هو في منشور وصل بناء علي بيقول حيث ورد كتاب وزارة الداخلية من السيد اللواء مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية مكتب السيد وزير الداخلية، يفيد بورود معلومات موجود أقلام جاف وحبر صينية الصنع تختفي الكتابة المحررة بها بعد مرور فترة من الزمن تتراوح ما بين ساعة إلى 4 أيام، وتتمثل هذه الأقلام مع نظيراتها المتداولة في السوق، إلا أن رائحة أحبارها نفاذة ويمكن الكتابة بها على أي نوع من الأسطح، صلبة، زجاجية، بلاستيك وري، ويستخدمها البعض في تحرير الشيكات وتوقيع العقود والأوراق الرسمية. إحنا في البنوك طبعا الكلام ده بيهدد مصالح العملاء وبيهدد المجتمع بكله. يعني فعلا؟ طبعا. إزاي بقى؟ يعني عايز أوضح ده. يعني لو عميل، الوضع الطبيعي إن العميل بياخد دفتر شيكات بيوقع لسعادتك، لو هو مدين او بيتعامل معاك في صفقات بيوقع لك على الشيك. الشيك ده لو كتبه بالقلم اللي احنا بنتكلم عليه ده، حضرتك بعد فتره ممكن الكتابه تتمحى. انا النهارده بتيجي تطالب البنك ان انا الشيك ده انا ما كتبتوش. بنيجي علشان نروح المحكمه عشان نطالب بحق البنك في ان الشيك ده انت اللي حررته، وما بنلاقيش حاجه. فاحنا بتلاقي انه كل ما تم كتابته بالقلم محا. فاحنا خدنا شويه يعني احتياطات تحذيريه، مش طب من بس قبل الاحتياطات ايه الاشكال التدفي؟ معاملات كتير، انا ممكن معاملات اذهب الى البنك على الشيك عشان اسحب فلوس بالظبط كده، وبعد ما اسحبها اقول انا ما سحبتش بالظبط، يبقى هي بتنحصر في مجموعه او اي محاضرات بتتعلق بتعاملات ماليه بين البنك وبين اي عميل معرضه انها تتكتب بهذه الاقلام، اي ايصالات او شيكات سحب معرضه انها تتكتب بهذه الاقلام، اي ايداعات ايصالات ايداع اي عقود قروض او اي او ما شابه ذلك، اي استلامات معرضه انها تتكتب، فيبقى انا بهدد الحاله الاقتصاديه بالكامل. فلازم انا تخيلي لازم الاول احنا بناخد في البنوك بنحاول نحمي مصالح العملاء باننا بناخد يعني احتياطات، ما بنقبلش. ايه الاحتياطات بقى اللي خدتوها بعد تحذيرات وزاره الداخليه؟ الاحتياطات اللي خدناها، ما بيقبلش عميل يطلع قلم من جيبه ويكتب بيه اي تعاملات ما عندنا. فعلا احنا اللي بنشتري اللي كنت بطلع القلم وامضي. كان زمان لا، مع الموقف ده لازم يبقى في حذر وفي وعي.
طيب. علشان ما اقعش في الخطا ده. طيب. الم من يعني البنك هو اللي عامل الالم يعني بيشتغل عن طريق قطاع الشؤون الاداريه في اي بنك هي اللي بتشتغل الالم دي وهي عندها لجنه بتتولى هذه الجزئيه بنفسها ومع اللي حصل ده يبقى في حذر وفي اهتمام اكبر ان الاقلام ديت تجرب وتستخدم قبل ما تتوزع على الفروع او على القطاعات يبقى فيها ما يضمن انها اقلام سليمه وليست اقلام صينيه اللي احنا بنتكلم عليها. لا يعني في البنك الوقت الخطوه العمليه الوحيده اللي انتوا عملتوها انه اولا ممنوع منعا باتا انه العميل اللي داخل البنك يوقع بألم بيطلعه من جيبه او من شنطته يعني الألم هو ألم البنك بالظبط. في اجراء تاني خدناه ان احنا كل التعاملات من هذا التاريخ بتتصور بتتصور وبتتحفظ مع المستند يعني ايصال سحب شيك ايداع اي حاجه بتتصور وبتتحفظ مع الاصل بحيث ان حتى جدلا لان في جزئيه من التعاملات العميل ما بقاش موجود اللي هو انا مثلا بسحب شيك على البنك على حسابي لطرف اخر هو ما بقاش موجود بيبقى كاتبه وجايبه جاهز ما اقدرش اقول له هو ما بيستخدمش قلم هو بيستخدم القلم في تحرير بياناته او امضى بالاستلام لكن الشيك اللي اتحرر اساسا العميل اللي خد مني دفتر الشيكات بيحرره في مكتبه او في شركته فما بقاش متاح لي ان انا اشوفه فانا مجبر ان اتعامل معاه فانا يعني الاجراء التحذيري ده او الاحتياط اللي انا باخده بصوره طب بتصوره هل بتمضيه انه ده صوره من الاصل يعني دي اجراء لسه ما يعني احنا بنسعى ليها بس دي هتضايق الناس وهتحد من التعامل صعب طبعا افرض راجل ان العميل مسافر مش موجود هيجي لي بعد سنه هيقول لي انا يعني طب وهل الصوره دي تحميك قانونيا لا يعني قانونا مش هتحمي. اي محامي بيدخل المحكمه بيجحض الصوره لكن هو المفروض يبقى في حاجه تشريعيه لهذا الكلام حمايه ده الكلام. انت كده محسسني ان الخطر ما زال قائما فعلا يعني حتى لو البنوك يعني استخدمت اقلامها فقط فانت بتقول طب ما هو انا جاي لي شيكات مكتوبه باقلام ثانيه وما اقدرش ارفضها لكن انا اللي انا بحاول بقدر الامكان لازم يتواكب مع ده تشريع احنا ما زلنا حتى الان لا التوقيع الالكتروني معترف به ولا الارشيف الالكتروني معترف به لازم يتواكب مع ده تشريع يعمل ايه تشريع يبدي الحق للتوقيع الالكتروني يعترف به في المحاكم الارشيف الالكتروني يعترف بيه لان التوقيع الالكتروني اللي هو ايه يا استاذ اللي هو المفروض كل احنا لما بنروح شهر العقار او اي مكان بيبقى فيه ميكروفيلم بيصور كل المستندات لكن لما ياخد المستند ده ويروح بيه المحكمه ما يخش بيه طب ليه يقول لك لازم الاصل طب ما هو المفروض ده يحطوا الضوابط اللي تكفي لانهم يتاكدوا ان مفيش تلاعب لكن في كل دول العالم موجود التوقيع الالكتروني والارشيف الالكتروني موجود الاوضاع البنوك لا زالت مهدده بالاقلام الصينيه وجميع الجهات الحكوميه حتى الان يعني مش قضيه انه لا معانا اقلامنا لا فقط لا هي اللي هتوقع لا مفيش حاجه خالص تحمي حد حتى هذه اللحظه لان لازم هتجيلك اوراق ومستندات مكتوبه باقلام اصحابها يعني ولا املك ان ارفضها ولا تملك سيادة الوضيع عبد الهادي نعمل ايه بقى